السلام عليكم حبيباتي الغاليات، ومرحبا بكم في غوسه ليلي. اليوم ان شاء الله راح نديروا طاوله تاع رمضان، يعني متنوعه باش تدوا افكار ما بتصلح للضيوف. بلا ما نطول عليكم باش الفيديو ما يجيش طويل، يعني عندي شحال من وصفه. غادي نبدا ان شاء الله نديروا سلطه تاع باذنجان اللي هو الدنجان او لي زوبرجين. هنا يدت زوج حبات كبار تاع اوبرجين غسلتهم، هنايا غادي نتقبهم كيما هكا باش ما يطردوليش في الفرن، يعني غادي ندخلهم في الفرن يطيبوا كما تقدروا ديروهم فوق النار. دوك انا نتقابهم كاع كيما هكا، ندخلهم الفرن يطيبوا ونعاود نرجع لكم باش نكملوا الوصفات نتاعنا. وانا حبيباتي هنايا راح نديروا دت الدنجل تاعي في الفرن. هنا راح نديروا الطبق الرئيسي اللي هو عباره عن طاجين الجلبان في الفرن، يعني بطريقه عصريه والشكل جميل ان شاء الله يعجبكم. هنايا عندي لاكوكوط تاعي، عندي شويه تاع الزيت ما كترش، حوالي 3 ملاعق كبار. وهنايا ندير امتي مغسو تاع زبده، يعني امتي مغسو حوالي 20 غرام 25 غرام. وهنايا درت الدجاج، يعني الدجاج اي شيء عندكم لا من الخروف تقدروا ديروا، خليه يتقلى هنايا مع البصل. ها هو الدجاج تاعي راه يتقلى. هنايا اش غادي ندير؟ غادي ندير الملح وملح. الاخوات المبتدئات نصف ملعقة صغيرة، ندير فلفل اسود، يعني الجلبان ما يبغيش توابل بزاف، فلفل اسود وقرفة هذا مكان على راس المغرف. باسكو غنديروه مرقة بيضاء يعني محمر، فوالا شوية قرفة من احسن العود لكن عندكم. هنايا غادي نمرق، لحاني فوالا درك نشوف لكن نزيد. هنا درت الزعفران باش يعني لاكولور تاع الطاجين تاعنا تجي شابه. هنا عندي جلبان غسلته حوالي ديت كيلو على حسب افراد العائله، فوالا نفرغه هنايا. عفوا يعني ابان يتغطى لنا الجلبان وجلبه غير يطلق الماء. زدت شويه تاع الماء فوالا شويه هذا مكان، يعني ابان تغطينا الجلبان نقص له كي نبدا لاكوكوت الدور تصفر كما نقولوا، نقص له ونخلي واحد 20 دقيقه 25 دقيقه ونطفي عليه. ولا كنت عندكم يعني ديروا في مرميطه عاديه ماشي لاكوكوت، يعني خلوه يعني الجلبان بالخف يطيب، ما الدجاج يعني بالخف يطيب، خلو واحد نص ساعه 35 دقيقه 30 35 دقيقه، في لاكوكوت خلو 20 25. هذه هي غادي نغطي ونخليه يطيب ونكمل الوصفه تاعنا. ورا حبيباتي ها هو الجلبان تاعنا كما راكم تلاحظوا معايا راه طاب. ها وينا صفيته في الكسكاس، وهي لاصوص تاعه نحتفظوا بها. هنايا اش غادي نديرو؟ غادي نديرو في الفرن، يعني غادي نديرها في هاد القوالب تاع السيليكون. انا اختاريت هذا النوع، نتوما اختاروا اي قالب يكون عندكم، ميم تقدروا ديروه في قالب واحد يعني وديروه شغل غراتان واحد. انا غادي نديرها في هذا باش يعطيه يعني الشكل شباب. هنايا عندي ربع حبات ولا خمسة تاع بيض على حسب الكمية تاع الجلبان. أنا عندي كيلو تقدروا ديرو قل. غادي ندير البيض هنايا خمس حبات. هنايا عندي هاد الجبن، يعني جبته معايا من البلاد الشاف، تقدروا ديرو أي جبن عندكم. غادي نقطعه هنايا قطع صغيرة كيما هاك. كيما هاكا. هنايا غادي ندير شويه فلفل اسود وندير هاد لاصوص نطفيها. غندير غير شويه واحد دولوش ولا ثلاثه، انا هادي لالوش صغيره عندي مغرف سقيه صغيره. مريم عطاني لا شابلوغ، ندير شويه تاع لا شابلوغ. هنايا غادي ندير لا شابلوغ، يعني حوالي واحدة فوالا 3 ملاعق كبيره، هذه كبيره تاع كويا غاسوب، يعني ندير لا شابلوغ باش تشرب لنا هذاك الماء يعني وما يجيش فيه يشف لنا بالخف. هنايا غادي ندير هذا الجبن المبشور اختياري، تقدروا تكتفوا غير بهذا اللي درناه. فوالا
نخلط كل شيء بالفرشات من الاحسن. هاني خلطت كما كنت تلاحظوا هنايا، ندير الجبن تاعي بسم الله، نخلط مليح. الفرن تاعي راه يحمى من قبل، يعني من درت لي زوبرجين خليته مشغول، نقصته خليته شاعل، نخلط مليح هنا كيما هاك. وهنايا نبدا نعمر الليمون تاوعي ونطيبهم. فوالا بسم الله، نقرب لكم هكا باش تشوفوا. يعني يجي طاجين جلبان راقي وشباب، تقدروا ترافقوه بالبطاطا مقليه، وهذاك الدجاج اللي طاب غير نحمره في الفرن، تجمو تخلوه هكا كيما تقدروا تفتوه وديروه هنايا ولا تحمروه، انا غير نحمره في الفرن. دوك انا غير نعمر كاع المول تاعي باش نطولش عليكم، راهي باينه نطيبه يعني واحد 180 درجه كي نشوفه نشف لي واحد 20 دقيقه ولا نشوفوا ان شاء الله. فوالا حبيباتي هنايا نكملوا السلطه تاعنا تاع الدنجال او لي زوبرجين. هنايا نقيتهم يعني كيما الفلفله، قلعوا لابو تاعهم يعني عادي، وقطعتهم وكرازيتهم بلا فرشات كيما هاك. هنايا عندي فلفل اخضر وفلفل احمر يعني الوان، تجيو ديروا الاصفر، قطعتهم قطع صغيره. انا غندير كيما هكا، بصح تقدروا تشوهم وديروهم، انا نفضل كيما هكا يعني يكون هذاك الكروكون هذاك، هذاك القرمشه تاع السلطه يعني لكم اختيار. هنا عندي ربع فصوص تاع الثوم اللي كرازيتهم ولا ربوهم، عندي سيترون الليم، شويه معدنوس مقطع، والطماطم تاني مقطعه قطع صغيره، عندي فلفل اسود، ملح، شويه كمون، زيت زيتون. هذا مكان. هنا اش غادي نديرو؟ غادي ندير الفلفل الالوان هذا كما قلت لكم، تقدروا تشوهوها وديروه، نديرو طماطم معدنوس والثوم، نعصر عليها ليمون، نصف حبه تاع ليمون. ذوقوا كان خاص تزيد يعني زيدوا، دوك نشوف لك كان خاص نزيد الليم، النص الاخر اللي خليته. ندير عليها زيت الزيتون حوالي 3 ملاعق كبار، ولا الزيت الاخوات اللي يبغوش زيت الزيتون ديروا الزيت. ندير شويه فلفل اسود ما كترش، ندير الملح نملحها. دوك نذوق ونشوف، حبس ميكرووند. هنايا ندير شويه تاع كمون اختياري، فوالا ماشي بزاف، فوالا. وهنايا نخلط هذا الثوم اللي درناه ومع النوز، خلطوها مليح وذوقوا، لكن خاصكم زيدوا. فوالا حبيباتي هي السلطه تاعي، راني خدمتها مليح كما كنت تلاحظوا. فوالا نجي منها يعني كرازوها، خدموها مليح، دخلوا مليح التوم وكاع. هنايا سي بون كملت، نديرها في صحن التقديم يعني، وزينوها كيما تبغوا بالبيض، ديروا فوقها مايس، الزيتون يعني كيما تبغوا. انا غادي نزينها ونشوفوها ان شاء الله وجه. فوالا حبيباتي هنايا راح نديروا مملحات، راح ننقلوا الحشو تاع المملحات تاعنا اللي هما، راح نديروا ان شاء الله محنشه محشيه بالخضر يعني بحشو اقتصادي، والجبن تجي بنينه يعني وتناسب الشهر الكريم. هنايا ندير شويه تاع الزيت، فوالا هكا بزاف. هنا عندي بصل، زوج حبات بصل ولا حبه كبيره قطعتهم عادي، فوالا نخلي البصل تاعي يتقلى شويه. ومن بعد ندير الخضر اللي هما كورجيت، حبه كورجيت ربيتها، الكوسه، كاروت، دو كاروت يعني زوج حبات تاع جزر ربيتهم تانيك، وزوج حبات تاع بطاطا اللي ربيتها. نخلي البصل يتقلى ومن بعد نقد. فوالا هنايا ندير الخضره تاعي اللي هي زوج حبات بطاطا ربيتهم كما تلاحظوا، كورجيت، كاروت، جزر، يعني حشو اقتصادي وصحي بالخضر. هنايا ندير التوابل، ندير الملح كما العاده، ما تكثروش الملح.
فوالا شويه على نص مغرف، ميم با نص مغرف صغيره. دوقوا شوفوا، هنا ندير الكاري هذا، كيغي هذا، ولا الكركم، تجيو تعوضوا بالكركم الكوفيما. ندير شويه بابريكا، ندير شويه تاع فلفل اسود، بوابغ نوار، نحرك ونخليهم يتقلوا. الخضره تاعي كاع تذوب. مرحبا بيك، دروك نديروا المملحات تاعنا اللي هما محنشه، غنديروا ان شاء الله باللاباط فيلو. لاباط فيلو هذه اللي تنباع، نلقوها في الاسواق. انا شيتها منها، يعني الاخوات اللي سقسوني لقيتها عند البوشي، بوشي حلال بيان سور، تلقوا عندها هذه لاباط فيلو، ماهيش غاليه، راهي 2.90 وفي البلاد يعني راهي متوفره. الو غادي نحل لابوات تاعي، راني حليتها كما كنت لاحظوا. هاي هنا هنايا غادي ندي زوج ورقات، هنايا عندي زبده اللي ذوبتها، ندي زوج ورقات تاع لاباط فيلو، راهي طويله فوالا، نلصقهم وندهنهم فوالا، يعني غير بشويه راهي فراجيل. راني حليت يعني عندي زوج ورقات كما كنت تلاحظوا معايا، زوج تاع ورقات حليتهم كيما هاك. هنايا بسم الله ندهنهم بالزبده كما قلت لكم، الورقه تاع الفيلو يعني حساسه، سي فراجيل، طرو فراجيل يعني تاع الديول. ندهنها مليح بالزبده غير بشويه، وراني دهنتها مليح كما كنت تلاحظوا. هنايا جبت الحشو اللي درناه في الحبه، تقدروا تزيدوا معاه الطون، تقدروا ديروا معاه الزيتون ولا شويه كفته، يعني اختياري. انا غادي نخلي غير بالخضره هذا مكان، وندير معاه شويه تاع الجبن هذا اللي قطعته، يعني جبن مثلثات قطعته هكا طول فوالا. هنايا يعني هنا في الحاشيه كما نقول في الاطراف، هنايا ندير الحشو تاعي بسم الله الى الشكل طويل كيما هكا. متبقاش تكترو بزاف، مازال كاين الجب تانيك. فوالا هنايا نديرها كيما هكا، وهنايا ندير الجبن هذا اللي قطعته هنايا، صدفه هنايا. تجمو ديرو جبن أي جبن عندكم فوالا كيما هكا. وهنايا غادي ندور بسم الله، يعني تبعوا معايا غير بشويه كما قلت لكم، راهي فراجيل لاباط، غير سحفوها دوروا غير بشويه ها هنا، وحاولوا تزيروا ابان فوالا كيما هاك. نرو ليها وندور، ندير وحده قدامكم بعد نكمل هكا، باش نطولش عليكم. في نفس الوقت زيروا غير شويه فوالا كيما هكا. كيما تقدروا تخلوها كيما هكا، ديروها في الفرن كيما هكا وتقطعوا. انا عندي لها محنشه بسم الله، هنايا ندور كيما هكا ونزير فوالا كيما هكا بشويه، هي تتقطع يعني ندورها على اختها غير بشويه كيما هكا، ونديرها في السنين تاعي. ها هنا السن تاعي اللي كنت دهنته بالزبده من تحت، هذا الاطراف هادو نديرهم هنايا بالشدولي كيما راكم تلاحظوا. ها هي بينا دوك، انا غادي نكملهم بنفس الطريقه كيما راكم تلاحظوا، غادي نعاود ندهنهم كي نكملهم كاع، ندهنهم هكا بالزبده وندردر عليهم شويه ججلان ولا شويه سانوج، ونطيبهم في الفرن يعني واحد 15 دقيقه ولا ما يدوش طياب بزاف على 180 درجه، ونشوفهم ان شاء الله واجدين. مرحبا حبيباتي، هما الاطباق تاعنا اللي حضرناها في رحبه، يعني السلطه اللي درناها يعني زينتها بالبيض والزيتون والمايس، يعني تزيين عادي. وهنايا الطاجين اللي درناه تاع الجلبان، قريت معاه البطاطا، درت معاه شويه شامبينيون يعني ديكوراسيون يعني تزيين. ها هو الطاجين تاعنا، يعني الشكل راقي وشباب، والدجاج حمرته في الفرن، تقدروا تقلوه ولا تفتوه كما قلت لكم وتخلطوا مع الجلبان.
وهنايا المحنشه تاعنا ها هي وينا، يعني تجي كروستيونت، يعني سمعوا كي تجي. ودرت هاد تاني كبورك طويل كيما هاك. هنايا درت الحريره، نخليكم الرابط الحريره في صندوق الوصف، يعني درتها عشان خاطر في القناه. وهنايا الجلبه اللي بقى لي، يعني عاود درته في ان بلا كيما هكا، كيما قلت لكم تجيو ديروه يعني في ان بلا واحد هاوينا، يعني كيما هذا غير كيف كيف درته هنايا. هذه يا حبيباتي، نتمنى ان شاء الله هاد الاطباق يعجبوكم وتجربوهم قبل رمضان ولا من في رمضان ولا للضيوف. فوالا دوك تهلاو في رواحكم، تلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى، والسلام. تنسونيش بلي لايك.